يلا حيا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بهالفيديو راح اتكلم لكم على ثلاجه الموديل خلينا نقول الوحيد او المميز من ال جي اللي يجي بتصميم اربع ابواب. تصميم اربع ابواب يعني باب فوق بابين فوق بابين جوا. هاي الثلاجه كان عليها سعر شويه مرتفع، سوينا لكم عرض خاص لفتره محدوده على السعر، على هذا العرض العفو خفضنا من السعر، وايضا راح نتكلم على مواصفاتها وراح نشرح لك بالتفاصيل شنو مميزات هاي الثلاجه وشنو تفاصيلها وشنو ادائها والمواصفات الداخليه الموجوده بها. لكن قبل ان نبدا الفيديو مثل ما عودناكم اتمنى تصلون على النبي محمد وعلى محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه كشكل خارجي احمد، ثلاجه مصايره بالنص مو عندك عدله؟ تمام. هاي ثلاجه ال جي الموديل مالها راح يكون عندنا موديل جي سي بي 334 دي في ال. هذا موديل يجي على شكل اربع ابواب، ماركه ال جي اصلي وكاله خوشناو. اكيد الثلاجه راح تجي نظام سمارت انفرتر كومبريسر، راح تجي بضمان مده 10 سنوات 10 years warranty. طبعا هنا عندنا ملصق كفاءه الطاقه من خلال نعرف المواصفات الحقيقيه للثلاجه من الموديل، وايضا من الحجم الاجمالي للترات والحجم الصافي للثلاجه والحجم الصافي المجمده. كل التفاصيل راح نذكرها مذكوره بهذا الملصق. عندنا هنا ايضا ملصق يعطيك بعض التفاصيل الاساسيه للثلاجه، بمعنى انه راح تكون انفرتر توفير بنسبه 36% في الطاقه الكهربائيه، باور باي سمارت انفرتر كومبريسر، وايضا ضوضاء اقل وثبات جهد. هنا عندكم معلومات كيفية استخدام الشاشة كنترول وشلون تتحكم بها وشلون تضغط على زر الفريز وايضا على الفاكيوم وعلى الاكسبريس فريز، كل المواضيع تتحكم بها عن طريق هذا هذه الشرح الخاص بالشاشة مال كنترول. كتصميم الثلاجة، الثلاجة اذا اريد نقارنها بالثلاجات المنتشرة بالسوق حاليا راح يكون حجمها، يعني هي حجمها 594 لتر. اللي ما يعرف باللترات، هذه نفس ثلاجه الهيتاشي الاربع بوب، الاربع بوب من البراد اللي موجوده باغلب البيوت العراقيه واكثر منتج انتشارا بالعراق هي ذيك، تكون نفس الحجم نفس التفاصيل، لكن هاي مقسومه بشكل كامل، تكون بابتين فوق وبابتين جوا، واثنينات المجمده والثلاجه يكونن بحجم متشابه تقريبا. كتصميمها من الخارج راح تجي الثلاجه مصنوعه من ستانلس ستيل. نشوف ال جي دائما يستخدمون الستانلس ستيل بمنتجاتهم، لان الستانلس ستيل يكون مقاوم، يكون عمره اطول، شكله يكون يظل محافظ على شكله وهيكلته لاطول فتره ممكنه واكثر من بقيه المعادن وحتى الجام، وايضا تطلع يعني شكل وديكور كلاسيكي بالمكان راح تخليها به، وتتميز ايضا من نشوف منتج مميز من ال جي بكل مكان راح تعرفه، لانه تصميمهم مختلف، ديكورهم مختلف، يعني بساطتهم بالتصميم لحد الان مستخدمينها وما معقدين لك بالامور. يعني عندك وجه سليم بدون اي ازرار بدون اي كنترول بدون اي شيء، فقط عندك هنا حواف ستانلس ستيل اللي هي عباره عن مقابض الباب عن طريق نقدر نفتح الباب. خلينا نفتح الابواب ونشرح لكم على داخل الثلاجه. طبعا اول ما نفتح الباب راح نلقي خزانات جانبيه، نشوف شركه سامسونج مهتمه بمساله التخزين بشكل كلش قوي، فتكون خزانات جانبيه عندك بحجم عملاق اذا ملاحظين اكبر من قدش في ايدي، تخزن عليها اجمان، تخزن بها اي شيء تحتاجه لمساحه كبيره، وتكون ثلاث خانات 1 2 3، وهنا عندنا ثلاث خانات 1 2 3 موجوده على الجهه اليمين والجهه اليسار من الثلاجه. ايضا راح يكون الداخل مالتها يحتوي على رفوف جام، هذه الرفوف راح تكون سيفتي جلاس وايضا تكون مقاومه للبكتيريا، فراح تعطينا ايضا عمر اطول وشكل اكثر للثلاجه، وتعطينا خلينا نقول عليه مقاومه اكثر للبكتيريا والروائح الموجوده، وايضا راح تكون سيفتي جلاس بمعنى لا سمح الله اذا انكسرت هاي الجام راح يظل محافظ على قوامها، ما راح تتفتت وتوقع على الاكل. فكروا بهاي الميزه وضافوها وهي ميزه كلش حلوه. عندنا رفين جام نقدر نتحرك بهم، عندنا خانه هنا وخانه هنا وخانه هنا، ثلاث خانات نقدر نصعد نقدر نشيلهن اساسا. عندكم هنا خزانين اللي هو بيج فريج زون، بيج فريج زون هذا خاص بتخزين الفواكه، بتخزين المواد اللي ما تريد توصلها بروده قويه، لان الثلاجه تكون برودتها اقل من المجمده، تقدر تخزن بهذا الخزان اللي هي الادويه، الفواكه، اي شيء تحتاجه انت تقدر تخزنه، عدا اللحم طبعا، اللحم راح يتخزن بالمجمده. ايضا عندنا هنا ملصق كفاءة الطاقة من ال جي، وعندنا هنا الكتالوج مالتهم مال خوشناو اصلي وكالة خوشناو، وايضا هنا الملصق مالتهم اللي بيه الموديل الجي سي بي 334، وعندكم التصنيع هنا ميد ان تشاينا لكن هي كوري تجميع صيني، عندكم الباركود تقدرون تاخذون للتصنيع، وكل التفاصيل باللترات بسحب الكهرباء موجود عندكم هنا. اهم شغلة بالثلاجة هي نظام تبريده، دائما العالم تسالني بخاخ او تجميد، يا الافضل تجميد او هاي شنو نظامها؟ طبعا ال جي فكروا بيها وشافوا شنو المرغوب بالسوق
واستخدموا نظام مدمج الفريز مع البخاخ وطلعوا منتج او نظام جديد بالتبريد اسمه ميلت اير فلو. هو بخاخ هواء او بنكه تدفع الهواء، لكن بداخلها بداخل هذه القاعده تشوفون لها حواف راح يكون فريز، لكن هذا الفريز بنفس الوقت ما راح يجمد الاكل لكن راح يكون تبريده قوي جدا. نظام تبريده ميلت اير فلو ايضا راح يكون به نظام الانتي بكتيريا يمنع تكون روائح كريهه، ونظام النانو تيتانيوم اللي يكون عن طريقه تدوير الهواء بداخل الثلاجات. هذه تفاصيل الثلاجه ونظام تبريدها. اما بالنسبه للكنترول التحكم راح تشوف الاي ال جي ايضا فكروا لك بيها وشافوا انه هو عالم يعانون اذا صار كنترول تحكم بالامام. ليش؟ لانه اي واحد يقدر يلمسه بالخطا، اطفال الى اخره، فخلوا لك كنترول تحكم موجود بالجهه العليا وسط الثلاجه ويكون محمي بالابواب، يعني اذا نسده يختفي هذا الكنترول اللي تحت الثلاجه اللي نتحكم بها. تقدر تتحكم بالفريزر اللي هي المجمده، والفريج اللي هي الثلاجه، والفاكيوم تقدر تتحكم به، والفريزر اكسبرس موجود عندنا. ايضا نظام السمارت مود اللي عن طريقه نقدر نربط التليفون ونكشف اعطال الثلاجه موجود ابي. هاي بالنسبه للثلاجه، الثلاجه طبعا تقدر تخزن بها هذه الخانات، تقدر تفتح عليها الرطوبه وتقدر تسد الرطوبه اذا كان فواكه او اذا كانت ادويه حسب احتياجك انت. اما بالنسبه للمجمده، هاي الخالتين راح تكون مجمده ومكتوب عندكم هنا فريزنج زون خاص، وراسميلكم عليه بوضه، براسميلكم عليه دجاج، وراسميلكم عليه سمك موجود، تقدرون تخزنون بها هذه المواد بداخل المجمده. الاشياء اللي تحتاج بروده قويه تقدر تخزنها هنا. عندكم خانات ثلاثه، خانه اولى اللي هي تكون بهالشكل هذا، تكون سهل الوصول. شوف كل ما نزلت الخانات لحد ثالث خانه كل ما طولت الحافه، لانه الخانة الأولى لازم تكون حافة وسطية أو حافة قصيرة حتى تسهل الوصول إليها. أما الخانة الأخيرة خليكم إياها بقفل كامل، تريد تخزن بيها أي شيء تحتاجه أنت حسب احتياجك. عندنا أول خانة، ثاني خانة، ثالث خانة، وهنا ثلاث خانات موجودة بهالشكل هذا. وأيضا راح يكون بيها نظام النانو تيتانيوم، إذا تشوفون فتحات الهواء عن طريقها موجود فريزية بها الظاهرة، لكن بنفس الوقت هذه فتحات الهواء من خلالها يتم تدوير الهواء داخل الثلاجة ونحصل على تنقية كاملة للثلاجة من ال جي. هذا الموديل جدا حديث مفيد جدا للناس اللي تدور ثلاجة أربع أبواب، بابتين فوق بابتين جوا، وأيضا ثلاجة مع مجمدة بآن واحد. جهاز جدا حلو وكافي إلك ويفيدك أيضا باستخدامك، بالأخص اللي ما عنده مساحة يستغني عن المجمدة ويستخدمها، أو تقدر تستخدمها كلها ثلاجة لكن تبقى برودة الفريزر أقوى من الثلاجة. شلون نستخدمها كلها ثلاجة؟ تقلل برودة الفريز، تخليها مقاربة للثلاجة فتصير تبريد متشابه أو متقارب، نقدر نخزن بها تخزين كثلاجة كاملة. وصلت الفكرة عندكم؟ هاي ثلاجة ال جي راح يكون عليها عرض خاص فترة محدودة 1,300,000 دينار، سابقا كان سعرها 1,400,000، سوينا عليها عرض 1,300,000 بضمان مدة 10 سنوات، واكيد متوفر توصيل كل محافظات العراق. واتمنى بنهاية الفيديو تكونوا استفاديتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. حياهم الله والف هلا بيهم. احمد صورة انا.